ايه علاقتك بالكرتون؟ يعني كنت بتفرج على سابق ولاحق، توم وجيري. لا انا صعيدي، ما اتفرجتش على كرتون. صعيدي ما اتفرجتش على كرتون؟ اه، الفتره اللي هي قبل ابتدائي على طول، هي دي الفتره دي اللي كانت ليها الكرتون كله. انت عندك كام سنه؟ دلوقتي عندي 43. ما شاء الله، بتتفرج عليه لسه؟ بس يعني ساعات مع العيال. ايه علاقتك بالكرتون؟ مش اكتر من كنت بتفرج عليه بس بحبه. بحبه بس. اه. وانت؟ انا بتسلى وانا صغير، بس دلوقتي كبرت خلاص يعني. والله حلوه يعني، احنا من صغيرين لحد كبار بنبص على الكرتون يعني. والله احيانا مع ابني مثلا بيبقى احيانا مشغل كرتون فبتفرج. احيانا في حاجات بتشدني كده. لو زوجتك شافتك بتفرج كرتون مع ابنك بتقول لك ايه؟ لا عادي طبيعي يعني. كنت بتفرج عليه زمان وانا صغير، كنت بحبه جدا. الاطفال هو بصراحه حلو، انا بحب ميكي ماوس قوي. طب لو مامتك شافتك دلوقتي بتفرج على كرتون هتقول لك ايه؟ مجنون. تقول عليك مجنون؟ اه طبعا. مجنون اصلا؟ لا. لو مامتك شافتك بتتفرجي على كرتون الايام دي هتقول لك ايه؟ طفله انت صغيره عشان تتفرجي على كرتون زي ده؟ لو والدتك شافتك بتتفرج على كرتون الايام دي هتقول لك ايه؟ مش هتكلمني، هتضرب على طول. هتضرب؟ اه على طول. انت ترجع تاني ايام الطفوله؟ انت هتنيك كده صغير مش هتكبر ابدا. شاطر يا احمد، استمر. انت يا ابني بص المستقبل يا ابني، ذاكر كلمه دي اي كلام من ده، انت فاهم بقى كلام الامهات بقى. بتقول بتفرح؟ بتفرح؟ ايوه بتفرح. لان بترجعني سنين ورا. لو مامتك شافتك بتتفرج على كرتون بتقول لك ايه ولا بتعمل معاك ايه؟ ادفع الزفت ده، هات الريموت ده وعايز اسمع فيلم. هزعق اكيد. ما مامتك بتشوفك بتتفرج على كرتون بتقول لك ايه؟ انت بتحبه على طول وبتقعد معاه على طول. تيجي تقعد معاك يعني. لو عجبك كرتون ممكن تتفرج معايا. هتقول لا يا عبيط او مجنون اي حاجه من دي. لو مامتك بتشوفك بتتفرج على كرتون بتقول لك ايه؟ الدكتور اللي يشوف بقى مخلفه دكتور اهبل بيتفرج على كرتون. تقعد معانا وتبص كمان يعني. والله بتزعلي وبتشتمني كده الفاظ مش هينفع اقولها. ايه الكرتون اللي كان مفضل ليك وانت صغير؟ كونان. لو انت بقيت شخصيه كرتونيه نفسك تبقى زي مين؟ سابق ولاحق. بكار بقى. مين من الشخصيات الكرتونيه اللي نفسك تبقى زيها وليه؟ في سوبر مان او باتمان. ايه بقى؟ هو خارق يعني بيعمل كل حاجه. عايز تبقى خارق. نفسك تبقى مين من الشخصيات الكرتونيه وليه؟ كان ممكن ابقى سابق ولاحق. اشمعنى؟ بحب العربيات. بحب العربيات. ايه الشخصيه الكرتونيه نفسك تبقى زيها وليه؟ طرزان. ليه؟ محب كده للحيوانات والطبيعه. كان نفسك تبقى مين من الشخصيات الكرتونيه وليه؟ سبونج بوب. ليه؟ بيقعد ياكل اكل ببلاش. كابتن ماجد. كابتن ماجد ليه؟ لانه كان قصص حلوه بتاعته يعني، بحب اتفرج عليه يعني. كان نفسك تبقى مين من الشخصيات الكرتونيه وليه؟ بنتين. باتمان. باتمان؟ اه. ليه؟ عشان بيطير ولا هو بيطير ولا مش بيطير؟ هو بيطير ولا لا؟ لا بيطير بس بيتعب بيقعد كده فبيريح. اه يلا بنطير معاه. لو انت كنت شخصيه كرتونيه كان نفسك تبقى مين؟ توم. توم؟ اه. ليش معنى؟ توم دايما على حق ان جيري بتحب تاكل منه الجبنه. حلو قوي. موكلي، عارف كرتون موكلي؟ ايه بقى؟ عشان هو كان شبح بقى في الغابه وكان ماسك زي قوس كده، كان كل لما يجي يحذفه يقوم ضارب اللي هو عايزه ويلفله ويرجع. عايز تعمل كده يعني. كان نفسي والله، كنت ببقى شبح قوي. قول لي يا باشا، كان نفسك تبقى مين من الشخصيات الكرتونيه؟ سابق. سابق؟ اه. عشان بحب سابق ولا اه بحب. ايه بقى؟ بحب زباله العربيات جدا. سندباد. سندباد. ايه بقى؟ عشان اعرف احقق احلامي. تعرف تقلد مين في الكرتون؟ بطوط. 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 اوه يا اصحابي، احنا جبنا امبارح حاجات كتير. عرفت تقلد حد فيهم طيب؟ ولا اي حد. ولا اي حد. هو ممكن اقلد توم وجيري مثلا، انت تجري وانا اجري وراك، لكن ما ينفعش تجري ورايا. اللي هي الاغنيه بتاعت الكرتون اللي حافظها لحد النهارده ومش قادر تنساها وممكن تغنى لنا. من سور سور السن وعارف معنى انه من قلبه وروحه مصري، والنيل جواه بيسري، تاريخ أرضه بلاده بيجري جوا دمه. المغامرون 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 الخمسة في الخير يلتقون، نسل زتخثق عاطف محب. أيوة بقى. بس كده يعني. كونان. كونان المحقق. كونان يسعى دائما. المحقق كونان. ايوه. سينما الاطفال. سينما سينما الاطفال. سينما فيها الحقيقه وفيها الخيال. سينما الاطفال. سينما الاطفال. الله عليك. هنسقف سقف لنفسك. جاهزون يا اطفال. هاي هاي كابتن، هل اسمعكم؟ سابق لا تتردد لاحق، الفوز مؤكد له، لن يهزم ابدا من سعى. مين اللي على حق، توم ولا جيري؟ توم. ليه كده؟ انا بحبه. بتحبيه فهو على حق؟ اه انا بحبه. لا توم اللي على حق. توم ليه؟ عشان جيري هو اللي بيسرق الجبنه وهو حارسها. لا جيري.
ذكي كده واذكى من القطه كتير. لا توم عشان هو والله بيبقى في حاله جري هو اللي بيننا الكوش. يعني صراحه مناقشه وحشه. طيب انا دايما بحب توم يعني توم اند جيري. عرفني عرفني فيهم على حق. اعتقد ان الفار اللي على حق. فار هو توم ولا جيري؟ جيري جيري على حق ليه؟ جيري ما حدش عارف يمسكه. لا جيري جيري الايه على حق لان دايما توم هو اللي بيطرده.